غانم بن راشد بن زعل السعدي أصفرت وانورت يا مرحبا. كم شهر ما التقينا؟ سنة. سنة لا؟ لا إله إلا الله. نورت كوفي ريلي طبعا خالد هاشمي. انطباعك عن مباراة المنتخب إن شاء الله يوم الخميس؟ متفائل؟ 40% أفا 40% نفوز و 10% تعادل ولا 10% ننهزم 60 بيفوز بعدين شب الأرض وي إن شاء الله. كفو علي. طبعا غانم السعدي أول بدوي تعرفت عليه في حياتي، أول بدوي أتعرف عليه كم الحين؟ 25 سنة. لا 25 سنة سان طيب، بس مشكلة ما يعطينا حليب بوش. جماعة الخير وأخيرا التقيت فهد بعد 2 شهر و30 ساعة، بس اللي شد انتباهي ويها ويها زين بالله عليكم ما طالع الحين كيوت. شوف الجمال، شوف الأناقة، شوف الكواليتي. والله مسوي لك فلتر. ايش الجمال، ايش كأنك ود 17. احس كأنك تو طالع من مدرسة ثاني عشر. شوف نحن الحمد لله بفضل من الله طبعا هذا ثاني عشر الصحبة. اي نعم الله يخليك. لا ما شاء الله وايد يسألوني وين استاذ فهد وين استاذ فهد، قلت لهم بعد ما اخلص في الجامعة. لا حشا علي انا ازعل حشا. تعرف اللي صاحبكم انتو قال لا يكبر يصغر. لا لا اوكي عبالي مقامك، عبالي مقامك، مقامك عالي طالع مرة. بس الخلطة لا ما الجمال خل معروف ما شاء الله من رب العالمين، لكن اقصد فترة الغياب اشوف دشداشة غير خاتم ايضا. ايوه اخبر في بعد العلم ما شاء الله. وساعة شو يا اخي كلها من برجر ونزل محافظ شمال الباطنة. نعم كان في حفل في المهم حفل يعني ايش سبب التكريم الباطنة. يعني كان حقيقة عفويا نزلت فيديو في الخابورة وانتشر الحمد لله. نعم وتفاجأت باتصالهم شكرا على دعمهم للأسف المنتجة. وحالة تكريم حلو. اشوف الساعة تبيعها كم تقريبا تصل؟ هدية لا تباع ولا تشرى ولا ترد. هي ولو بنص ريال ولو بنص ريال ولكن هدية بقيمة من يعطيك اياها. حلو. ما بقيمة المبلغ. بخصوص الخاتم كيف؟ الخاتم حقيقة زين. اشوف الخاتم ما شاء الله. شوف اشوف الخاتم. الخاتم حقيقة الله يسلمك. جيبه شو؟ شوف. هذا ما خاتم، 3 خواتم. كيف يعني؟ الله يسلمك كيف فجأة لقيت. انت من اول خاتم ما شاء الله بس. لقيت بخش في البيت. حلو. وانا سوري. زين لما فتحت لقيت فيها خواتم ثلاثه ما شاء الله بال... عاد خواتم مني. وهذاك اليوم كان سهراني مع الشباب يمكن ورث سلطان وهذا صبرت استاذ حكم السرعه يا دخل على ما الاخبار هو راعي الصلالة؟ ها؟ لا لا ما تسيلها إذا ما تسيلها تضغط الدوار وتجيب الجي خبوء خارق ما تعرف سويا ها؟ راعي الصلالة؟ خبوء زين؟ زين يا أخي نسيت أنا هديبين جماعة الخير خواتم قال ممان كل حبيب الممان حلو سبحان الله يوم جيت القيسم والله على قياسي حلو لحد الحين ما عارف عقب عرفتن الحياة حبوتك من؟ لا من؟ ولد اختي شهر من الواحد 200 بيسة على جماله طلع 200 200 بيسة؟ بس ما شاء الله يعني اللي يشوفه يقول لك لباس لا لا ايوه ما شاء الله انا زي الخاتم زهين لا لا انت ما شاء الله لو هذا الخاتم يركب لو لاقينا هني ما كنا خاتم لا لكن هذا لو يركب مع غانم ما يعني ما يسوى الخاتم بس ما شاء الله انت اللي مزهي الخاتم الله يسعدك ويوفقك ان شاء الله وسعيدين جدا باللقاء معك
انا دائما اسال عنك. اتصل بك والله. شوف هذا من صار مشهور بطر الحين عنده 3 تلفونات الربع، وانا ما اعرف هنا اي رقم اللي اتصل فيك. اي واحد عليك. لكن هني مره مصينعه مصينعه. زين هي سالفه هذا ايش كفرات؟ كفر مركب كفر ولا كفر مستعمل؟ هذا الله يسلمك الكفر الجديد. هذا الكفر الجديد لو طاح من فوق الطائره ما يتكسر. يب ما الحين ما اعرف. قال لك بعدته بس لازم بعد ساعتين. لا زين بعد ساعتين لو ما تزعل. ما ازعل والله والله. بعد ساعتين شاهدين جماعة بعد ساعتين بورف اللي دار بعنف فوق الطائرة. لا الطائرة من تورم من الطائرة يطيح ما ذيك القوة لما ترميه في جدار. تم زين. المهم هذا اللي يريد اشوفه نفس العود بعد. الحين خبرنا ايش قصة ذا 3 تلفونات؟ هين مال الدوام وهين مال اعلانات وهين مال هذا؟ صراحه اغلى تليفون معي. ايه لا فاهم بس الرقم اقصد. رقم عادي كلنا نستخدمه. بس ليش 3 تلفونات يعني؟ ما تحس تعب؟ لا مات. حلو. تبى رقم اخوي تبى رقم جارنا اعطيك. كفو عليك الله يوفقك. رقم انت اي اسم تقول لي بالمصنع بيطلع لك. طبعا حاليا تقييم الجماعه انك انت اقوى مشهور في المصنع صراحه. الكوم على حسابكم. كفو. صراحه انت اقوى مشهور. معلومه مره اكيده ان قيموك انت اقوى مشهور في المصنعه. والله شيء طيب صراحه. اي والله لان انت وايد يعني تغطي المصنعه. هو صراحه يوم حصل شيء مطيب. ايوه انت شوف يعني صح ان وجهك يعني بس ما شاء الله عليك يعني. لا عليكم الربع ما يشبه لميس ما سويك. والله ها مساء والله والله جد جد ما يشبه لميس ما سويك. شوف نفس الشكل ونفس اللون واللبس ما شاء الله عليك. يقرب لك ولا شيء؟ قبل الشارع قبل الشارع مساء مرة لميس ما سويك.